وي الحاله ديال السيده مستقره وراها الان في لاصال دو ريفي لاطاك كاردياك سببها مشكل في الصمام وخاصنا نبدلو بواحد اصطناعي. ايوا وشنو الحاله دكتور؟ خاصها ضروري اوبيراسيون باش نبدلوه وهاد العمليه صعيبه وغاليه ما عندكمش الوقت ونخليكم تفكروا. مين غنجيب هاد الفلوس؟ مين غنجيبو؟ ما كانش عندي الدماغ اللي فكر. هادي راه جد العزيزه اللي في الكوما، كان خصني نخدم البوفوار على الاقل باش نفهم الحاله ديالها. جده مسكينه مريضه بزاف وكلشي مخلو عليها، اون بليس لوبيراسيون غاليه وما عندناش باش نخلصوها. علاش كتقرا فهاد الشيء؟ على مالك طبيب؟ راك غير في لافاك ديال البيولوجي. من بعد ما اكتيفيت البروفيل ديال الميديسان وقريت الغابور ميديكال، الطبيب عنده الحق، بلا هذيك لوبيراسيون جدا محال تعيش. امين ياك ما داك السويتش هربان؟ ما كرهتش كون كاع المشاكل اللي كانوا مع داك الموبيل سويتش. دابا المشكل اللي عندي هي مع جده، مسكينه جاتها ازمه قلبيه. امونجي ياك ما لا هي في السبيطار دابا في هاد الساعه خصها دير عمليه، ولكن ما عندناش فلوس خصنا نترحموا عليها. من بعد ما فكيت المشكل ديال ماريو مع اخوه رجعت نخدم عنده عاوتاني في البيتزا. نخدم اليوم شتا في السبيطار خصني نمشي. يقولوا باش ازمه قلبيه خصها دير عمليه و انت عارف اللي كاين. انت راك ولدي وبكره بحال خويا، انا غادي نتكفل بكل شيء. وليت قال ماريو من بعد ما سمع الحاله ديال جده بروبوز عليا يعاونني. ما عمرني ما ننسى خيره، محال واش يقبل، ولكن زيدون ما عارف واش نقدروا نخلصوك ونربورسيوك ونردوا لك فلوسك انت اللي غترجعهم ليا، ياك انت هو الجيران ديال هذه البيتزيريا هذه، سمعتيني؟ واخا ماريو انا ندور في راسي. جلس. ولكن انا حشومي، راك تعرف انا حشومي، انا نحس ما نصلحش هذه الخدمه هذه. ما تصلحش. خصني نلقى لك شي واحد اللي ليجا واحد الفكره واعره. عندي لك واحد السيد كتعرفو مزيان، هاد الشوفه ديالو خدامه يجمع الوقفه. على من داوي؟ على من قولي؟ على الوليد. وفكر معايا ماريو، تبع الهضره. وعليك شي العفيريت. هادي اول مره كتقول شي حاجه كتعجبني. ويديك ماريو عجبته الفكره ان الوالد يجري البيتزاريا في بلاصتي. الحمد لله المشكل ديال جده والوالد فكيناه، دابا باقي ليا غير الموفي سويتشر. انت راه تسوفي ليا عائله ديالي، ماشي بعدا. اش درتي مع اخوك؟ تصالحتوا مورا المحكمه؟ تصالحنا. ومزيان مزيان ملي ما تصالحناش. هو نيت راه ما بقاش عنده الوجه باش يشوف فيا، جمع حوايجو وزقلع ورجع للطليان. وانت المحامي وقال سولت ماريو على الموفي سويتشر واش باغي كيضرب صحته. الساعه غبر. وشوف وسير خذ لك دابا يومين ولا ثلاث ايام ولا برك حدا جداك تتشافى. سمعتي وضرب كلشي على حساب ماريو. اه ميرسي. شكرا شكرا ميرسي على كلشي. سمعتيني؟ يلا اكون هاني. مسيوم سعودي تفضل الله يخليك. اه انيسه كتسلم عليك وهي اللي قنعتني باش نجي. انت اش كدير هنا؟ شيباني تسويتش على الميدسان بغا يعاونني باش نديرو لوبيراسيون جداتي. انا وياك اللي غادي نديرو ليها لوبيراسيون، ما غانبليكيو حتى واحد من البيرسونيل ديال لوبيتال. شوف ما تخممش وجدت كلشي دابا ديسي سو سوار إل سخا أوبيري.
واش بغيتينا فريمون سوفي وجداتك؟ بيان سور كو بغيتو. كيفاش؟ شوف غنصيفطلك دابا واحد البروفيل ديال ان ميدسان شيروجيان. ما تصدعش راسك، جي ديجا واحد لو بروفيل ديال واحد لو ميدسان. هذيك العشيه هبطنا جدا للبلوك. مازال ما حسيت براسي شنو درت، ولكن ملي جدة حلات عينيها وشافت فيا اونفان شافت في الطبيب كاع داك الخلعه والرعده ولا ريسك اللي خدينا تنساو ليا. الحمد لله جدة على خير، ولكن ملي بدات كتفيق لاحظت شي حاجه في الشكل. واش غير انا اللي جاب لي الله ولا هذوك لي غوغار ديال الشيباني في الشكل؟ اجي انت شاد لي غوغار في ديك لا سال دو ريفي، واش كتعرفها؟ بصراحه بصح حتى نعرفها مرتي. انا جدك. شنو انت جدي؟ انا جدك. شاد تخربيق؟ ماشي تخربيق، واحد المحاوله فاشله ديال سويتش وكان عليا نهرب باش نحمي العائله ديالي. كان اختيار ما عندي ما ندير، داكشي اللي طلع. انت دابا على بالك قاديتيها رجعتي باش تخسر لي حياتي باش تخرج عليا؟ لا 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 ما تفهمنيش غلط. شوف اسمعني، انا كنت باغي نرجع نتسامح قبل، ولكن ما كانش يمكن لي، ما بقاش عندي الوجه باش نواجه. وهاد لي زيكسبيريونس وهاد التريني وهاد السويتشا وهاد الهروب، واش انا مالو انت مالك؟ عندك سويتش كيدوز في الدم، ما يمكنليش نعطي البوفوار ديالي لشي واحد اخر، واش فهمتي؟ صافي حدك هنا، هاك تليفونك ما عندي ما ندير به، ودابا دبر راسك. ودابا ديك النهار انت ملي مشيتي من بعد داكشي اللي عاود ليا الشيباني كانت الدنيا كحله في عينيا. انا اللي غادي نمشي ونخلي، حسيت براسي غادي نتفرقع. هاد المريض كيلعب بيا من الاول وقال لك جدي. باش جدي؟ ما كنعرفوش وما بقيتش باغي نعرفو. وانا خارج من لوبيتال شفت انس، واخا حلفت ما ندخل في هادشي، ولكن ما بغيتش هاد انس يدور حدا السبيطار اللي فيه عائلتي، وانا نتبعو باش نسالي هاد المسلسل اللي طوال. ملي شفت داك خينا دخل عند موحى عرفت باللي صاحبي في خطر. واخا ما عنديش تليفون ولا بوفوار، مشيت كنجري نصوفي صاحبي باللي قديت عليه.